وقد تلقت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب اتصالا هاتفيا من معالي السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق الشقيقة، أعرب خلاله عن تقديره لمكانة مملكة البحرين ومواقفها تجاه العراق وشعبه، ورفض أي تصرفات من شأنها الإساءة للعلاقات الأخوية والتاريخية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأشاد رئيس مجلس النواب العراقي بحكمة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وحرص جلالته وأخيه فخامة رئيس جمهورية العراق على تعزيز العلاقات الوطيدة، مشيرا بأن مجلس النواب العراقي لا يقبل المساس والإساءة للعلاقات البحرينية العراقية، وأن العراق يستذكر دائما وبكل الامتنان والتقدير مواقف مملكة البحرين المشرفة والداعمة للعراق والعراقيين في كل الظروف، مؤكدا دعم وتأييد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة المخربين والمسيئين والمتجاوزين للقانون.